طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وانتم بخير. نلتقيكم اليوم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين، واليوم جلسة يعني شرفني أن يكون معانا واحد من الشباب الرائعين الناجحين والمشرف في مجموعة الباحثين السودانيين، الأستاذ وفي خميس علي عبد الله. هو مشرف مجموعة الباحثين السودانيين ومساعد تدريس بكلية الهندسة في جامعة الفاشر، وعنده ماجستير من جامعة تركية، وحيكلمنا بتفصيل أكثر عن سيمينار اليوم اللي هو بعنوان اللي هو Analyzing Images Processing Techniques Using UAV and Sentinel Images for Precision Agriculture. فالجلسة هنا يا أخواننا سيمينار، لو في أي واحد داير يدخل معانا الجلسه بتاع الزوم، هنعمل شير للعنوان في الفيسبوك، ولو عايز تتابعه طبعا عبر مجموعه الباحثين السودانيين. فمرحب بكم، مرحب باستاذ وفي. لاسباب تقنيه ان احنا تاخرنا من بدايه السيمينار زي ثلث ساعه، وانا حكون الكنترول بجاي في موضوع السلايدز، فهعمل شير السكرين بتاعتي. استاذ وفي، تحيي لاعضاء بتوع الباحثين السودانيين، وبعد كده نعمل شير السكرين، تفضل. تمام، شكرا جزيلا دكتور انور، والسلام عليكم ورحمه الله. نعتذر للتاخير لاسباب تقنيه، وان شاء الله انا الليله احاول اشارك معاكم البحث اللي انا اشتغلت فيه لنيل درجه الماجستير في جامعه جبزه للعلوم التقنيه في تركيا. في نفس الزمن احاول اشارك معاكم او جزء من التجربه اللي انا خطها في انترناشونال ورك شوب في الصين في شهر 9 السنه الفاتت، وبعض التجارب إن شاء الله على الناس تستفيد منها. تمام، شكرا لك. وطبعا دي واحده من الحاجات اللي احنا بالترانزيشنز اللي بنحاول نرسخها في مجموعه الباحثين السودانيين، انه اي زول يتخرج من بكالوريوس، من ماجستير، من دكتوراه، يجي يقدم للناس البحث بتاعه كان عن شنو، لانه مهم جدا جدا على اساس انه الناس تتبادل وتشارك التجارب. الان انا هعمل شير السكرين حول البرزنتيشن بتاعت وفي تفضل. تمام، شكرا جزيلا يا دكتور المره الثانيه. عنوان البحث هو اللي هو Analyzing Image Processing Techniques via UAV and Sentinel Images for Precision Agriculture، اللي هو تحليل تقنيات معالجه الصور الجويه باستخدام صور الطائرات من غير طيار والقمر الاصطناعي الاوروبي Sentinel كعين الدراسه اللي هي في مجال الزراعه الدقيقه. ممكن نستخدم التقنيات دي، ممكن نحللها في مجالات كثيرة، من الكسب بتاعي في مجال الزراعة الدقيقة. بس يا دكتور، طيب دخل فيها بسيطة عن أنا اتخرجت من السودان 2013 في الجنوب زي ما بنسميه. درست مساحة تصويرية واستشارة في مدرسة هندسة المساحة، بعدها اشتغلت في جامعة الفاشر كمساعد تدريس، كلية وليدة، كلية هندسة وليدة في قسم المدنية. في نفس العام حصلت على منحة الحكومة التركية، هو زي ما تسمى YTB، وجيت عملت الماجستير في جامعة جبزة التقنية في الجيوديزيا وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية. التكنولوجيا المعلومات الجغرافية هي تقريبا في السودان بنسميها GIS، وفي ناس بدأت تسميها GI Science، والأتراك اللي هو سموها GIT. المهم مسميات متغيرة، لكن في النهاية هي نفس المجال. ويشرفني وإني أكون عضو في مجموعة الباحثين في نفس الزمن مشرف مع المجموعة النيرة جدا في خدمة المجتمع السوداني. محتوى البرزنتيشن ده أو الويبينار هيكون مقدمة عامة عن الدرونز، في نفس الزمن بعد ذلك مقدمة أو تلخيص لاستخدامات الدرون في المجالات الزراعية، بعدها أنا بعرض الكيس ستادي بتاعتي، بعد ذلك زي ما قلت لكم حيكون في نوليدج شيرنج للتجارب سواء كان في التدريبيه او النون اكاديميك اكتيفيتيز في الفتره بتاعت الماجستير. الصوره دي هي مضحكه لكن في نفس الزمن فيها رساله قويه جدا، هي بتختصر او بتوضح انه الحاصل في المساحه. الصوره اللي على يميننا بنشوف انه المساحه بدات، هندسه المساحه بصوره عامه بدات بالجنزير، مشت للشاغول، مشت لاجهزه الفوتولايت، شويه شويه لحد ما مشت للدرونز. على يسارنا هنا بتوضح انه في 2009 كانت الاحداث العاديه بتتنقل عن طريق هليكوبترات ومصور وكاميرا، كلها اختصرتها اللي هو المثال. في بعد 10 سنين جاءت الدرونز اللي هي الطياره،
وفيها كاميرا، لا محتاج لمصور، لا محتاج لكابتن اللي هو الزول اللي بيكون ماسك الكنترولر في الوضع، هو بيشتغل الشغل كله. فده مثال حي انه التكنولوجيا او المواكبه بقت هي سنه حياه. فمهما كنت انت اي مجال في العلم سواء كان هندسه او طب، لابد يكون فيه مواكبه، يعني وي ماست ابجريد اور سيلف. طيب الدرونز بصوره عامه او اليو اي فيز هي مسمياتها كثيره، وهي عباره عن شنو؟ هي عباره عن نظام بتاع طيران اللي هي فلايت سيستمز ايريال فيكلز، اللي هو مركبه فضائيه او مركبه طائره ومعاها بلس او ماينس نقاط بتاعت كنترول ارضيه. الكلام ده اللي ناس هندسه المساحه بيفهموه، انه كيف انا ممكن او لو ما استغنى برضه انا اعوض نقاط الكنترول الارضيه دي بشنو؟ الدرونز بصوره عامه وجدت او اخترعت بواسطه وزاره الدفاع الامريكيه بسموها دي او دي، وفي نفس الزمن برضو الهيئه الطيران المدني البريطانيه في UK اول جهتين استخدموا الدرونز. فيها اسماء كثيره ومسميات كثيره، ما بدت كده بالدرونز، بدت باللي هو ان مانيد ايريال سيستم UASS، بعدها سموها ريموتلي بايلوتد ايريال سيستم RPSS، واخر اسم اللي هو ان مانيد ايريال فيكلز. الصوره اللي على يميننا دي هي تقريبا النسخه الاول نسخه اشتغلوا بها بصوره في المجال العسكري. ولو مذكرين قبل سنه تقريبا الحادث بتاع قاسم سليماني، تقريبا الموكب بتاعه كان ضرب بدرون بالشكل ده، ودي تقريبا تكلفتها حوالي 3 مليون دولار للاستخدامات العسكريه. في الاستخدامات المدنيه او الدرونز دخلت الاستخدامات المدنيه بصوره كبيره جدا جدا. بدت يعني على سبيل المثال وليس الحصر في مجالات الويرلس، في مثلا شركه امازون اشتغلت بها في الدليفري، في الاجهزه السيفل ديفنس اللي هو بسموها الدفاع المدني في الدول زي مثلا امريكا والاتحاد الاوروبي بصوره عامه بيستخدموها في البحث والانقاذ، استخدموها في الزراعه الدقيقه، بيستخدموها في السكيورتي، استخدمت في حاجات كثيره جدا جدا دخلت في المجال المدني. ده على سبيل المثال، في استخدامات اكثر من كده كثير، ما اول مجال ما بس علم نتطرق لها واحد واحد، لكن بصوره عامه الدرونز استخدامات المدنيه الان هي تكاد تكون اكثر من الاستخدامات العسكريه بمراحل كثيره. انواع يختلف الدرون انواعه في استخدامات المدنيه، انا خليت المجال العسكري اللي هو توضيح فقط، لكن في استخدامات المدنيه بصوره عامه الدرونز بتتوزع حسب الشكل والحجم وحسب المنصه او الموتورات اللي فيها. يعني بتختلف فيه من العمله النقديه اللي هو من الفك الحديد حجمها لحد، وفي واحده بتشيل احمال ثقيله بالكيلو كيلوغرامات، وحسب المنصه برضه في واحده اجنحتها ثابته، في واحده متعدده، في واحده احاديه الموتور. مشينا في الصفحه اللي بعدها بنشوف انه مثال لها، دي تقريبا بتوضح معظم او كل انواع الدرونز الان الموجوده. على اعلى اليسار دي اللي هو اصغر وحده ثاني في حجم الحشر درون زي ما ذاته، على الاسفل بنلقى في وحده في حجم قطعه العمله، في وحده على اسفل اليمين بيشيلوها دي كاري لود يعني هيفي عديل، في اللي هي الفيكست ميز fixed wings معلش. فالشكل ده بيوضح لنا الدرونز بصوره عامه سواء كان استخداماته او من البلاتفورم والمنصه بتاعته او الراوترز بتاعته او الاستخدام ذاته بصوره عامه. Next. هنا بنقدر نشوف انه الخارطه التسويقيه بتاعت الدرونز في اخر كانت الصوره دي تقريبا من 2015، الشركات الشغاله في التصنيع، الشركات الشغاله في العمليات الارضيه، الشركات الشغاله في الزراعة الدقيقة بنشوف هنا على في الوسط على الجزء اليمين، في الشركات الشغالة في الملاحة بصورة عامة. لو كمثال مثلا شركة دي جي اي هي الآن من أكبر الشركات المصنعة للدرونز خصوصا في المجالات الزراعية، بتصنع الجهاز وتصمم البرامج للاستخدام وغيره. على سبيل المثال للحصر الصورة دي بصورة عامة. في تطبيقات الدرون في المجال الزراعي هي ما بدت في الدرون او بدت مما بدا ادخال التكنولوجيا في الزراعه. يعني عشان نواجه شنو الناس، في مقوله لاحد واحد اسمه سيلفيستر الجرار في منظمه الفاو بيقول انه احنا لو استخدمنا نفس الاليات اللي استخدموها اجدادنا في الزراعه بنفس الظروف مهما عملنا الكلام ده ما حننتج نفس الكميه اللي هم انتجوها في الزمن ده، لسبب من الاسباب
يعني هي المقولة منطقيا الناس ممكن ما تشوفها منطقية، لكن هي منطقية. حتى بيقولوا استخدمنا نفس الأجهزة اللي استخدمها أجدادنا، ما حنقدر نتحصل على نفس الكمية بتاعة الإنتاج، لسبب واحد إنه التطور سنة الحياة وعليه. الحاجة دي بدأت قبل الدرونز، بدأت في IoTs Internet of Things، البيج داتا والكلاود، التراكتر مونتي أو الفارمر فارمز كونكتد تراكترز، اللي هو بيكون في جهاز جي بي اس لناس المساحة بيفهموا الكلام، بيكون ملحق في التراكتر، التراكتر بيكون بيشتغل بيحصد، أو المشغل التراكتر بيكون شغال في اتجاه معين بطريقة معينة. بالرغم من ده الدرونز دخلت الزراعة هي يعني تقريبا بطريقة لسه ما حصلت البيك بتاعتها إلى الآن. في مراحل ابتدائية استخدام الـ UAVs بصورة عامة في الزراعة، سواء كانت مراحل بتاعت مراقبة للمحاصيل أو أخذ الصور الجوية، أو إلى المرحلة المتأخرة هي بتاعت الاستزراع والسبرين اللي هو الرش الأسمدة وكده. الآن هو الترند زي ما قلت لكم، شركة دي جاي صممت آخر درونز لرش الأسمدة وتقريبا لرش المياه برضو برشوها فيها، اللي هي اللي اسمها الطيارة الظاهرة لنا دي اسمها تقريبا TR-16. هي بتشيل لحد 16 جالون، يعني حجمها كبير نسبيا. بيشتغلوها خصوصا في السبرين والبلانتينج، برضو في أنواع بيشتغلوها في البلانتينج. لكن بصورة عامة الدرونز ليه نحن بنستخدمها في الزراعة او في مراقبه النباتات، او في السويل اناليسيس، او في الكروب مونيتورينج لاسباب معينه. في الطرق اللي قبل الدرونز كنا بنستخدم الستلايت العادي، اللي هو اما الصور بتكون ما دقيقه، او اذا دقيقه انت بتطلبها ان ادفانس تدفع مقدمه حتى يجيبوا لك الصور. في نفس الزمن بتعتمد على، بما انه منصه الاطلاق بتكون القمر الصناعي بعيدا نسبيا من الارض، يمكن يكون في النويزز، او يكون في نسبه للظروف الجويه زي ما تابعنا قبل اسبوعين بسبب فرق في نسبه رطوبه ضئيله جدا. ناس سبيس اكس اجلوا اطلاق القمر لمده 3 ايام. فبنفس الزمن انا ممكن ادفع القروش للشركه المعينه عشان توفر لي مثلا صور اقمار صناعيه للمنطقه المعينه بالسعر الفلاني، لكن بسبب ظروف تخلص الداتا انا بسببها دفعت القروش. الدرونز لما دخلت الزراعة خلتنا نحن نتجاوز الحاجة في يدنا نحن، يعني ما بنعتمد انه الليلة الجو دفعته والليلة اللي اطير الليلة، لا ما ضروري. فانا الموضوع ده كله بيكون في يدي انا، بقدر بستخلص الداتا اللي انا بستخلصها للغرض اللي انا عملته من اجله. الزراعة الدقيقة، او ده تعريف مبسط للزراعة الدقيقة، هي شو؟ هي دمج لانواع معينة من التكنولوجيا عشان نعمل شو؟ عشان احسن في الانتاجيه بتاعت بعض المحاصيل، ازيد الارباح، في نفس الزمن ما اعمل ضرر للبيئه المحيطه للمزرعه او للمشروع بتاعي بصوره عامه. الكلام ده انا بحصل عليه كيف؟ اللي هو بستخدم كل التكنولوجيا الممكنه زي ما شرحنا قبل كده. بدات بالتراكترات اللي هي ملحقه باجهزه الجي بي اس واجهزه الملاحه العاديه، وجات لحد الدرونز ليس انتهاء. من عارف ممكن بكره تمشي حاجه ثانيه. بصوره عامه دوره الزراعة الدقيقة ممكن نقول هي بتبدأ من التقاط الصور الجوية، بعدك خرائط للمحاصيل، في النهاية هي التطبيق سواء كانت للسبرين أو لمسافات معينة بتاع الزراعة، أو أي إجراء يتطلب عمله للمزرعة المعينة كان يتم إجراءه بطريقة تقليدية أو غيره. الجدول ده تقريبا بيختصر لنا، ده برضو طلعوه ناس الفاو، بيختصر لنا العمليات الزراعية في كل المواسم من الميشينري لحد الفيرتلايزرز والفنجسايد والكلام ده كله، اللاند امبروفمنت الى التأمين. في اول سطر بنشوف انه التاسك بيتم كان كيف. السطر الثاني بيوضح لنا انه الكلام ده كان ممكن او بقى بيتم بالدرونز كيف. يعني كمثال في الصيف، يعني احنا مثلا كان بنعمل الهربسايد والفنجسايد اللي هو الاسمده بتاعت مبيدات الحشرات وغيره وغيره. الدرونز لما جات مثلا في الاريجيشن مانجمنت بيتم بطريقه معينه، انا ما برش بطريقه عشوائيه، ما بيكون في ووتر ويست، يعني ممكن يتم الرش عن طريق الدرون. ليه؟ الدرون في نفس طريقه او قبل ما انا احدد احتياجي للمويه للمزرعه المعينه، الصوره الجويه اللي اخذتها والتحليله بتحدد لي انا محتاج لاي كميه بتاعت مويه، محتاج لاي كميه بتاعت سماد
الكلام ده كله جاي من وين؟ جاي من الصوره الجميله انا اخذتها وحللتها. وقيس على ذلك يعني التاسك اللي كان بيحتاج لفصول او بيحتاج لازمنه كثيره وانتظار، الدرون او الطائره من غير الطيار بتعمل لي في زمن نت من غير ما انا اضطر اتاخر او ادفع قروش كثيره او غيره او غيره. في اندكسات او مؤشرات او عوامل معينه نحن بنستخدمها في الزراعه، ده كمثال لانه ممكن نفس العوامل او في عوامل ثانيه بيستخدموها ناس الجيولوجيا، بيستخدموها ناس الطرق، بيستخدموها ناس السيتي بلاننج وكده. لكن بصوره عامه في الزراعه في حاجات بقولها الفيجيتيشن اندكس في ايس، في الاستشاره عن بعد هي شنو هي المعاملات او هي الخلاصه اللي انا بطلعها من الصوره الجويه البيور يعني سواء كانت من الساتلايت او من الدرونز العاديه، بقوم بطبق فيها مؤشرات. كل مؤشر او كل اندكس عنده خاصيه معينه بوضح لي شيء معين او بدل على شيء معين. معظمها بتعتمد على الاشعه تحت الحمراء نير انفراريد، وفي جزء كبير منها بيعتمد على الاشعه العاديه اللي هو الجرين ار جي بي بيسموها اللي هو الفيزبل لايت. في نفس الطريقه كمثال في عندنا زي جي ار في جي ار في اي ال ال اي دي مؤشرات معينه تقريبا الناس ناس الزراعه وناس اشتغلوا بهندسه المساحه بصوره عامه بيفهموا المؤشرات دي. كل مؤشر عنده خاصيه معينه بيدل على شنو بستخدمه بكين وللاسباب المعينه. طيب دي تقريبا مقدمه بسيطه انا قدمتها عن الدرونز او استخداماتها في الزراعه والهدف منها شنو. الكيس ستدي اللي انا اشتغلته في البحث بتاعي هو مزرعه بيرسين في مزرعه في نهر النيل قريبه من شني. المنطقة هي مشهورة فيها مزارع أو نظام المزارع المحورية بسموها Center Pivot Irrigation System CPIS. في مزارع فيها اللي هو القمح والصيبين وغيره وغيره، لكن منطقة الدراسة كانت لمزرعة برسيم. المنطقة نسبيا منطقة نهر النيل وانت ماشي فيها جفاف حاد شديد، ودي المواصفات. لو مشينا الصيد بعد نشوف الموقع الجغرافي لمنطقة الزراعة منطقة الدراسة هي تقريبا ايوه في قريبه من شندي. الصوره اللي فوق على اليمين بتوضح لي بصوره القمر سنتين ذات وبعد معالجتها وضحت لي المزارع الكثيره المزارع المحوريه الموجوده هناك. هي في نفس الزمن يعني هي طفره المزارع المحوريه في السودان، لكن في نفس الزمن ما بالنوع الان هو شغال في العالم او ما بالكميه المطلوبه. يعني كان بامكاننا نعمل افضل من كده اذا كان في تنسيق، لانه الى الان المزارع المحوريه دي عباره عن مزارع فردية ومبادرات صغيرة في جزء تابع للشركات لكن ما بالكمية المطلوبة. ده الموقع الجغرافي بتاع منطقة الدراسة بتاعتنا. الداتا دي زي ما ذكرت أنا قبل سابقا حصلت على من باشمهندس محمد عبد العال جزاه الله خير. هو تقريبا زي ما ذكرنا قبل كده أول إنسان قدر أو أول سوداني قدر يصمم ويصنع ويطبق يصمم درون للاستخدامات الانسان او فور جود فور هيومن كايند. حتى شارك في برنامج مشروعي وشارك في تيدكس تقريبا في، فله جزيل الشكر. طبعا الى الان ما قابلته لكن الحمد لله التواصل معه تم واداني مدانيه الداتا بتاعت الدرونز اللي هو صممها في السودان في ظروف كانت ممنوعه في السودان انه زول يستخدم درون. حتى لو قال يشتري من برا السودان كان ما يقول لك ما نوت افيلبل ان الكنتري، ده الرد الكل انا كان بنواجهنا. حتى لو دار تشتغل ابلكيشن معين وبتقدر. فجزاه الله خير هو قدر يصمم مع التيم اللي معاه صمم الدرون واشتغل شغل جميل جدا جدا ومداني بالداتا. النوع الثاني من الداتا هي اللي هي السنتينل النكست. الداتا بتاعت السنتينل، طيب قبل ما نمشي الداتا بالسنتينل دي الشركه اللي شغال فيها باشمهندس محمد عبد العال هي ريكوجنايز اسمها ليجن تك. في السلايد اللي قبل شويه لو شفت الكونتاكت بتاعها ممكن تتواصل معاهم اللي هو دل الموقع بتاعهم شغال. فهي من التوب ريكوجنايزد في افريكا توب 280 اركيتكت فينشرز في افريقيا. لو ملاحظين هنا في السودان هي الجهه الوحيده الريكوجنايزد بصوره عامه في افريقيا. الشغل ده اكثر شيء شغالين في كينيا وزي ما ملاحظين في نيجيريا وفي جنوب افريقيا تقريبا اكثر شيء شغل الدرونز في الاجريكلشر في مزارع الالبان. لو ملاحظين هنا في المفتاح على اليسار في شغل للتسويق وفي شغل كثير جدا جدا. فان شاء الله يوم من الايام نشوف الخريطه دي في السودان يكون في اكثر من جهه شغاله في مجال الزراعه ومجال المراعي وغيره وغيره.
الجزء الثاني من الداتا زي ما قلت لكم اتحصلت عليهم بواسطة القمر الصناعي اللي هو سنتينل، هو برنامج لجهة اسمها إيسا اللي هو European Space Agency وكالة أوروبية للفضاء. البرنامج المشروع ده بدأ تقريبا في 2013، بوفر صور أقمار صناعية دقتها تصل لحد 10 أمتار مجانية، كلها هي open source. قبلها كانت اللي هو الدقة الوحيدة اللي كان ممكن يتحصل عليها إنسان مجاني كانت في القمر بتاع USGS اللي هو القمر الأمريكي، الموقع بتاع USGS بننزل free data لكن كانت 30 متر. أقل أي دقة أكثر من كده لابد تاني الزول بيدفع فيها. فالحمد لله السنتينل أو الوكالة الأوروبية للطاقة للفضاء معلش وفرت الداتا دي بمواصفات معينة زي ما شايفين في الجدول، تتفاوت من 10 أمتار لحد 60 متر للدقة أو السباشل ريزولوشن، يفهموها ناس المساحة أو معظم الناس اللي عندهم علاقة بالصورة الجوية يقدروا يفهموا الكلام. طيب الطريقة اللي عملنا بها شنو؟ بصورة في البحث جبنا الداتا من القمر الصناعي سنتينل والداتا بتاعت لما ادانا بها باشمهندس عبد العال، عملنا لها كالآتي. أول شيء داتا السنتينل استخدمنا برنامج سناب، ده برضو تبع المؤسسة اللي اسمها إيسا European Space Agency، هو البرنامج المجاني بتعالج به صور الجوية بتاعت السنتينل في اللي هو Enhancement وفي Fusion وبرامج كثيرة أو تطبيقات كثيرة بتعملها لحد ما تحصل تحول الرو داتا لشيء قابل للاستخدام. بالمقابل الصور بتاعت الدرونز هي جادة اللي هي حوالي 500 وكم صورة، استخدمنا برنامجين، استخدمنا Pix4D ده برضو برنامج أوروبي، وأجي سوفت فور برنامج روسي. مع الأسف البرامج دي في السودان كلها إلا تكون مكركة، يعني مرات لو حاولت تشتغل بها هنا ما بتلقاها أو بقول لك غير متاحة في بلدك. مع الأسف قدرنا نعمل الجيو ريفرنسينج والأورسو ريفتيفيكيشن أو الموزيكينج والكلام ده كله. بعدها شلنا الداتا سواء كان من السناب أو من البيكس فوزي وديناها للإنفي، إنفي اللي هو برنامج برضو مشهور لمعالجة الصورة الجوية، وحللنا نتائجها وحللنا الفيجيتيشن إندكس في الإنفي. الكلام ده كله عملناه واللي هو الداتا طبعا حجمها كبير نسبيا، فاستخدمنا ورك ستيشن بالمواصفات اللي قدامنا دي، سي بي يو كور اي 5 وفي جرافيك يونت. تقريبا يعني انا زي ما اذكر التحليل او معالجه الصور دي اخذ مننا حوالي اسبوعين، الجهاز ده ما كان بيكفي، يعني اكثر من 200 ساعه احنا شغالين عشان نجمع الصوره الجويه دي ونحللها ونحلل الفيجيتيشن اندكسز بتاعتها. بعدها او في خلال استخدام برنامج الانفي استخدمنا معاملات معينه او فيجيتيشن اندكسز معينه، كل معاملات زي ما ذكرنا قبل كده عندها خواص معينه نستخدمها عشان نتائج معينه او نستخدمها عشان نثبت فرضيه او ننفي فرضيه معينه. من ضمن اللي استخدمناه اللي هو في الـ EVI في الـ NDVI لو مشينا Next اللي هي دي بتعتمد على الأشعة تحت الحمراء، دي المعاملات بتاعتها أسماء في Enhancing Vegetation Indices، في الـ NDVI هو أكثر واحد مشهور طبعا يسمونه Normalized Different Vegetation Indices، في Soil Adjacent Vegetation Indices. في معاملات تانية استخدمناها لصور الدرونز اللي هي بتعتمد على الـ RGB فقط، لأن صورة الدرون هي ما فيها كاميرا للأشعة تحت الحمراء، فبقت في مفاضلة. يعني أنا ده عندي صور درون ما فيها أشعة تحت الحمراء لكن فيها دقة عالية جدا، في المقابل بغادي في صورة دقتها 10 أمتار لكن فيها أشعة تحت الحمراء. صور الداتا أو الفيجيتيشن إندسس اللي استخدمتها للنكست يا دكتور اللي استخدمتها لصور درونز هي اللي هي الجي ار في اي وفي موديفايد جي ار في اي. لو مشينا الجدول اللي بعده بوضح مواصفات كل من واحده منها وخصائصها الرياضيه. نيكست. ايوه دي الفيجيتيشن اندكسز بتاعت الار جي بي او المعتمده على الصوره العاديه الجرين ريد بلو، كل واحده فيها الفورمول بتاعتها المعينه، وزي ما ذكرنا قبل كده كل واحده فيها خاصيه معينه. النتائج نيكست النتائج تم تحليلها بطريقه بسيطه جدا اللي هي بطريقه الستاندرد ديفيشن. قسمناها لقسمين، الجزء الاول بتاع الدرونز اقل واحده اللي هي الجي ار في اي ادتنا اقل
ستاندرد ديفيشن معينه، في معاملات ادتنا نتائج ما منطقيه او ما ادتنا نتائج اطلاقا، بالمقابل في نتائج في السنتينل الان دي في اي ادانا برضو اقل ستاندرد ديفيشن اوفرول. ومشينا نيكست، حنشوف الكلام ده في الصور بتكون اوضح معينه. النتائج بتاعنا شنو؟ بصوره عامه انا داير المحصول او بعرف انه المحصول ده ماشي في طور النمو المعين بناء على لونه. ده اقل طريقه بتاعت فيجوال انتربريتيشن من لون المحصول، سواء كان في الصوره العاديه او في الصوره اللي فيها ان دي في اي فيها انفراريد بتحدد لي. فبيكون في 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 رينج من اللي هو الدارك جرين لحد لايت جرين لحد النون فيجيتيشن في النهايه. ومشينا نيكست، الكلام ده بيوضح في في الصور دي. مثلا صوره الجي ار في اي على اعلى اليمين وصوره تي جي اي، لكن في صور مثلا للفي اي ار اي المعامل ده هي تكاد تكون حتى اول موديفايد جي ار في اي دي المعامل هنا فشل عديل، ما وضح لي ولا شكل المزرعه ذاته. بنفس المقابل في الار جي بي في اي النتيجه بتاعته او المعامل فشل انه يحدد لي الاندكس او نوعيه المحصول ماشي لوين. بنفس الطريقه النتائج بتاعت الساتلايت مش هنا قدام يا دكتور. نيكست، نتيجة الساتلايت برضو بنفس الطريقة في معاملات فشلت، معاملة الـ NDVI طبعا أنجح واحد، لكن هنا نقدر نشوف إنه التمثيل اللوني جاء معكوس، لكن دي ما مشكلة واضحة، بدل يكون إنه الدارك جرين هو أعلى فيجيتيشن حصلنا للوايت وتعكست. لكن مثلا لو جينا الـ VARI في السنتينل جاب نتائج جاب لون أبيض، أو هنا برضو المعامل فشل في انه يعبر عن ظاهره معينه او يعبر عن شكل النبات او مستوى نمو او هكذا. بنفس الطريقه في التي جي اي اللي هو على اليمين مثل بصوره واضحه جدا جدا، لكن الريزوليوشن بتاعته فشل في انه يوضح لنا، يعني دي اكثر من 10 امتار. كل المؤشرات الاول معاملات الغير وضحت في دقه 10 امتار، لكن التي جي اي فشلت انه توضح لنا الكلام. Next. طيب قبل ما نمشي للتوصيات، لو في ناس في المجال الزراعي بيقولوا انه طيب انا استفدت شنو من الـ من الـ من التحليل الحسي ده؟ التحليل الحسي ده هو ما تحليل كامل لسبب معين، لانه ما عندنا داتا كافيه او ما عندنا بيسموها ملتي كامبين فلايتس. اذا كان في اكثر او مثلا في سيريز بتاعت صور او بتاعت التحليق بتاع الدرونز، بقدر بحدد سواء كان مثلا قبل المرحله الاولى بتاعت النمو، بعد مثلا تطبيق السماد المرحله الاولى، بعد الشهر الاول الشهر الثاني. اذا عندي سلسله بتاعت صور جويه بقدر بحدد مراحل نمو النبات من المرحله الاولى لحد بتنبأ بالمنتوج او المنتج ذاته بالاطنان، ممكن اتنبأ به اذا عندي الصور المتعدده. بنفس الطريقه غير الصور المتعدده، اذا عندي البيانات الارضيه اللي هو بسموها هنا، ممكن اذا في ابلاي سبكتر دايمترز. السبكتر دايمترز هو جهاز بتاع اللي هو الاطياف بالعربي بسموه بسموه بتاع الاطياف، يعني انا العينات المعينه قبل ما احللها بالصوره الجويه بيكون عندي جراوند تروث، اللي هو بسموها الجراوند تروث او الداتا اللي انا اخذتها من المحصول. فعشان الكلام ده الزراعيين بالذات هسه لو شافوا الدراسه دي حيقولوا دي ما حصلت، ما قدرت تحصل، لكن دي هي تعتبر كمدخل. اذا كان في داتا كفايه كان قدرنا نحصل نعمل نتنبأ بكميه المحصول، والمره الجايه ذاته نعرف انه الفرتلايزر المحتاجين لها شنو وكميه المويه المحتاجين لها شنو. التوصيات اللي ممكن نقدمها انه اول شيء لابد انه نطبق التكنولوجيا في ما في مجال الزراعه بس، في كل المجالات، لانه زي ما ذكرنا قبل الصوره اللي في البدايه لو مذكرين بتاعت الهليكوبتر والمصور وصوره الدرونز، في خلال 10 سنه الكلام ده كله حصل، فما بالك ان احنا الزراعه في السودان الاراضي متوفره في كل انحاء السودان، لكن الى الان معظم الزراعه تقريبا اكثر من 95% من الزراعه في السودان زراعه ما دون التقليديه او للاكتفاء الذاتي فقط.
فعليه إذا ما طبقنا الحياة دي تقريبا ما حنستفيد من لا من التكنولوجيا لا من الأرض، وكده حنظل في النقطة اللي قاعدين فيها الآن أو قاعدين فيها من سنين. من ضمن التوصيات برضو لابد إنه نطبق أو نستفيد من التكنولوجيا ما بعد الدرونز، اللي هو الآن الناس استخدمت الدرون لكن في نفس الزمن استخدموا كاميرات لأغراض معينة، من ضمنها هي كاميرا الفيش آي يعني السمكة، هي كاميرا أنا قبل كده تكلمت عنها التشويه بتاعها عالي جدا، يعني السمكة العادية دي لو لاحظتها السمكة بتشوف 180 درجة يعني أقصى اليمين لأقصى اليسار. برضو زي ما ذكرت في التوصية الثالثة إنه أنا إذا طبقت رحلات متعددة أو إذا طبقت زي الجرين سيكرز اللي هو السبكترو دايميترز، في نفس الزمن لابد يكون في تكامل بين الأنظمة المستخدمة بصورة عامة في الزراعة الدقيقة. وفي طبعا في تحديات بتواجه، من ضمن التحديات اللي بتواجهنا في السودان أول شيء فكرة التكنولوجي ترانسفير أو النوليدج شيرينج بصورة عامة، محتاجين البيز يكون مثلا في على مستوى الجامعات لابد يكون في تطوير وابديتد للمناهج اللي بتدرس، في نفس الزمن المشاريع بقت يعني ما يكون في شيء اسمه اذا الكورسات دي مثلا بقت ملتي ديسيبلينري في العالم بصوره عامه، يعني اذا ما انا طبقت او عملت اتيام بحثيه فيها مهندسين وفيها زراعيين وفيها اقتصاديين المشاريع الهندسيه ما حتتم بصوره، او المشاريع بصوره عامه ما حتجي وكلها بصوره عامه. زي في التحدي الثاني ممكن يواجهنا اللي هو التحدي بتاع التحدي المالي، في نفس الزمن في التحدي كيف نقنع المزارعين انهم يقتنعوا انه الطريقه اللي هم بيزرعوا بها دي طريقه ما يحاول لابد يتطوروا للمرحله اللي بعدها. فدي تحديات كثيره جدا بتواجهنا ومحتاجه لاتيام بحثيه او محتاجه لاتيام متعددين المجالات، ما محتاجه لاشخاص او لتخصصات وحيده فقط. Next. تقريبا كده انا خلصت الجزء الاول بتاعي هو عن الويبنار، دي المراجع اللي انا استخدمتها. في مفروض كانت تتنشر ورقه لكن اتاخرت في الظروف بتاعت مناقشه، فعملت لوكال كونفرنس في جامعه اسمها حران في تركيا، الكلام ده في شهر 1 اللي فات. شكرا جزيلا ومنتظر الاسئله باذن الله. طيب شكرا جزيلا يا استاذ وفي، صراحه برزنتيشن شحمان ما شاء الله، وفيه كثير جدا من النقاط المحتاجه انه الناس زي ما بيقولوا يناقشوها كده ان ديبث. فانا خطيت العنوان بتاع الويبينار بتاع الزوم للناس المتابعين في المجموعه بتاع الباحثين السودانيين، وعندنا ناس ينضموا لنا هنا، ده في بيكو الشيخ وفي خالد عمر، ما اعرف انا هل سامعين الاثنين، اعمل لكم انميوت. فلو في اي سؤال في البرزنتيشن لحد الان ابيكو وخالد ده الموجودين معانا هنا، ده انا برضو بعاين للاسئله اللي ممكن تكون جات. دقيقه بس لو في زول يا اخوان عنده سؤال موجود في الجلسه ممكن يتفضل، الما عنده سؤال ممكن يعمل ميوت للمايك بتاع، عم بفك المايكات على اساس انه لو في زول عنده كلام طوال يتفضل. ابو زر طيب شكله ما في سؤال لحد هسي استاذ وفي. انت ذكرت حته مهمه جدا في القصه بتاعت اللاك اوف داتا، دي حاجه زي ما نقولوا كلاسيكال كده، بقت احنا من مدعبه مجموعه الباحثين السودانيين قبل 10 سنوات لحد الليله بقت زي العادات والتقاليد، الناس طوالي والله انه ما في بيانات. المسؤول من توليد البيانات دي منه يعني؟ يعني اذا كان انت عملت الماجستير بتاعك وخلصت سنه 2020 بتشكي من البيانات، هل هنتوقع انه بعد 10 سنوات 2032 يكون برضو يجي ناس يشكو ويقول والله يا اخي احنا عندنا مشكله في ما لاقين بيانات؟ المسؤول من توليد البيانات دي منه تحديدا في ظل وجود تكنولوجيا زي الدرون مثلا؟
يا وفي؟ والله سؤالك جميل يا دكتور، لكن هي ما 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 اللاج بتاع الداتا فقط، هي مسألة بتاعت أتيام بحثية. يعني احنا لاحظنا العالم كله بيجي شغال بأول مجالات بقت ملتي ديسيبلينري يعني متعددة، ما في حاجة بقول لها أنا مهندس كده أو أنا شغال في المجال المعين كده. فالأبحاث إذا ما تمت بصورة عامة في أتيام فأظن بيكون في حلقة مفقودة، أتيام متعددة التخصصات في نفس الزمن. نعم، يعني انت بيفتكر انه والله اخر ريسيرش جروبس ممكن تبس. طب انت اسي استاذ يعني بتدريس واحد يترقى ان شاء الله قريبا لمحاضر في جامعه الفاشل، هل حتقوم تعمل لك ريسيرش جروب هناك انت والناس المجموعه اللي معاك، ولا لو ما في لو في تنضم لها، لو ما في تعملها؟ هل حاجه زي دي بيكون عندك الكارج انك تعملها، ولا هنستنى زول ثاني؟ لا باذن الله عندي الفكره طبعا. حتى انا يعني شغلي في جامعه الفاشل ما في تخصص مثلا هندسه المساحه في جامعه الفاشل، في هندسه مدنيه وفي هندسه كهرباء، لكن اكيد في كليه اداب، في كليه زراعه علوم زراعيه في الفاشل كده. فالفكره موجوده، لكن ما اقول انه العوائق بتاعت الشغل الاداري ممكن تجيب قدامنا، لكن اكيد لابد انه يكون هي بقت حاجه حتميه، يعني ما في مفر منها. طيب يعني في سؤال ثاني بحثي. نعم تفضل عايز واصل. إذا ما في تيم بحثي شغال في مجموعات، يعني ما مجموعات يعني كأفراد، عدد أفراد أو كتخصصات، أنا بتكلم يعني حتى التيم ده إذا من شخصين لابد يكون في تخصصات متعددة، إنه لأنه التخصص نظام التخصص الوحيد الآن يكاد يكون يتنفع يعني. طيب هنا في التشالنجز بتاعتك قلت برضو إنه في lack of knowledge and technology transfer، والتكنولوجيا المقصود بها شنو؟ هل التكنولوجيا بتاعت الدرون، ولا التكنولوجيا بتاعت ال اسمه شنو التو كوندكتر ريسيرش بتاعك ذاته؟ لانه لاحظت انك استخدمت ورك ستيشن ضعيفه تعتبر يعني بالمقاييس بتاعت الليله، يعني اللابتوب بتاع زول ممكن تلقاه i7 كور i7 والرام بتاعته 16 جيجا، الهارد ديسك ممكن يكون SSD تكنولوجي الى اخره. شنو كان هل الزمن الباوندريز؟ انت كنت في جامعه تركيه مش كده؟ ايوه كنت في جامعه تركيه. اللاك اوف نوليدج والتكنولوجي هي ما في، انا ما بتكلم في الجامعه التركيه، انا بتكلم تحديدا اللي تواجهنا عشان نطبق الكلام ده في السودان. نعم يعني مثلا كمثال المعامل بتاعت الحاسوب، الى الان في جامعات المعامل بتاعت الحاسوب ما فيها. نعم دي حاجة ممكن أتكلم عنها أنا ده بزورة وافي يعني. أيوة موجود. حتى إذا كانت موجودة بيكون ما في مثلا إنترنت أكسس، فيها ديسكتوبات، ديسكتوب مواصفاته عادية جدا جدا، والغرفة مغبرة يعني مع الأسف. نعم شفنا الحاجة دي، شفنا برضو كان في observation كده اتعمل عن الـ student attendance في اللاب الريشيو، يعني انت الليلة من ما تخش الجامعة لحد ما تمرق منها في اليوم ده، انت النسبة بتاعته في الكمبيوتر في اللاب موصل مع الإنترنت ليك انت كطالب او تفر باقي الطلاب قدر شنو يعني، فممكن ما تتعدى دقيقه ونص لو البتاع ده فول يوتلايز والطلبه قاعدين في اللاب وكده، تلقى انك انت عندك دقيقه ونص بس متاحه لك عشان تستخدم الكمبيوتر ده. نعم دي واحده من المشاكل الكبيره. نعم الفاينانشال ديفيكولتيز. نعم الفاينانشال ديفيكولتيز اللي هو مثلا في السودان الاتيام البحثيه سواء كانت موجوده او غيرها في الجامعات الدعم بتاعها يكاد يكون صفر. نعم يعني يمكن في 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 اتيام بحثيه بتلقى دعم، لكن يكاد لا يذكر. اذا قدم البروبوزال مثلا محتاجين ل 10000 دولار ممكن يلقوا اقل من 1000 دولار. يعني ده في الجامعات، ناهيك عن المؤسسات سواء كانت وزاره الزراعه او بصوره عامه اي جهه ثانيه عندها مكتب بحثي او فكره بحثيه معينه في في في, في المؤسسه. فبكون عدم يعني عدم الوعي بالفكره بصوره عامه، يعني ما اقدر اوصل لك كيف، لكن بيفتكروا انه القروش اللي بتدفع في الابحاث دي كانها ماشيه هباء منثورا. صحيح، لانه فعلا ما في عائد بيتعاملوا مع البحث ده كانه والله بس يعني ضيع. في حاجه ثانيه انت برضه يعني نبهت لها، القصه بتاعت التشينج مانجمنت، في انه كيف نقدر نقنع المزارعين الكرنت اللي شغالين في زراعه تقليديه بانه والله يا اخي في جدول الزراعه بالطريقه اللي فيها تقنيات حديثه وكده. والله هي قبل ما نقنعه اول شيء معظم المزارعين في السودان تقريبا زراعتهم اللي هو الاكتفاء الذاتي، يعني
يعني في مشاريع كبيره مثلا مشاريع كنانه والشركات الكبيره فيها بدت كمثال مثلا نظام الزراعه المحوريه وغيره وغيره مشاريع ضخمه بتاعت البان ولحوم وغيره، لكن الغالب العام من المزارعين في السودان الى الان يفتكر انه الزراعه دي عشان يزرع وعشان يوفر قوت يوم او قوت سنه فقط عشان يجي الموسم الثاني ثاني يزرع ويخزن. فالمحتاج الفكره هنا ما محتاجين لمزارعين فقط او لناس يشتغلوا في الكوميونتيز على المغنى، محتاجين لاقتصاديين ذاته عشان يوصلوا الفكره دي. نعم. فهي تمام. نرجع ثاني لمساله المالتي ديسيبلينري في النهايه. صحيح. وبعدين انت برضو ذكرتها، بتذكر السلايد اللي ذكرتها انت وقلت فيها الستيتمنت المشهور جدا بتاعت انه المزارع لو يعني يستخدم نفس التقنيات اللي كان مستخدمينها اباء واجداده فالناس ما حيتطوروا. بتذكر العباره دي كان بيقوله البروفيسور علام النور طوال يعني. ايوه البروفيسور علام قالها برضو، انا لقيتها في معلش مقاطعه في تقرير للفاو بيتكلم بيقول انه يعني صح المقوله دي لو استخدمنا نحن نفس الاجهزه او المشينري اللي كان يستخدموها اجدادنا قبل 100 سنه ما حننتج نفس الكميه اللي هم انتجوها، ناهيك انه ننتج اكثر منهم. يعني حتى الكميه اللي هم كانوا انتجوها نحن ما حنقدر نحصلها. طيب ننتقل الان بما انه ما في سؤال لحد الان، انا بلاحظ يعني في فيسبوك وفي ناس معانا موجودين هنا ده العنوان بتاع الميتنج ده يا شباب يعني موجود وبينت يعني موجود في الكومنتس وسابق يعني مثبت، فاي زول داير يخش الجلسه حبابه. فنمشي للجزء الثاني. انت عندك قصه ملهمه جدا جدا صراحه، يعني كان اول حاجه خلتني انتبه لانه في زول اسمه وفي والشاب ده زول مبدع ومجتهد وبيعمل في حاجه، فدارين برضو يستعرض لنا التجربه دي. انا هعمل شير سكرين مره ثانيه. ونشوف التجربة الثانية بتاعتك. تمام تفضل. طيب امشي السلايد. ايوه طيب انا تقريبا كتبت عنها من في قبل فترة اللي هو انا تجربتي ل انترناشونال ورك شوب في الصين، برنامج التعاون بين الصين والدول العربية. زي ما ذكرت قبل كده قبل فتره في مدينتنا في تركيا جونا مجموعه بتاعت من مدينه افريقيا التكنولوجيه في السودان لفكره اللي هو شغالين نوليدج شيرنج. فالحمد لله اتعرفت بهم وقدرنا النتورك، يعني عملت نتورك معهم جميل. وفي فرصه يعني حتى انا بشكر كل الجميع لكن بالاخص الباشمهندس غاده هي يعني كنا انا معاهم بشغل معاهم ترجمه وكده. فبقول له يا اخي في فرصه لبدا الورك شوب في الصين، في فرصه ورك شوب. قالت لي لو بتعرف زول تخصصي استشارة عن بعد. فكنت ضحكت قلت لها يا اخي ده تخصصي انا. فالحمد لله قدمت الورق بتاعي وجاني بقول مشيت قضيت 3 أسابيع في الصين اللي هي زياره يعني انترناشونال زي ما اسمها انترناشونال ترينينج ورك شوب فور بنتريز ابلكيشن اوف بيدو. بيدو اللي هو قمر صناعي صيني الصينيين عاملينه كترند او بصوره عامه. احنا في هندسه المساحه عارفين انه الانظمه بتاعت الجي ان اس اس اللي هو جلوبال نافيجيشن ساتلايت سيستم بتكون من النظام الامريكي اللي هو الجي بي اس والنظام الاوروبي اللي هو اسمه جاليلو والنظام الروسي. الصينيين ضافوا النظام الرابع سموه بايدو اللي هي منظومه الاقمار الصناعيه. المشروع ده الصينيين بدأوه تقريبا من 99 لحد 2040، هم مخططين انه يكونوا التوب يعني يمتلكوا الفضاء بصوره عامه. فالورشه دي كانت ضمن المشروع بتاع الترويج للقمر الصناعي ده في نفس الزمن تطبيقات الاشارة عن بعد. دي الجلسه الافتتاحيه اللي اسمها الدوره 13 لمؤتمر التعاون الصيني. فغير انه المشروع زي ما قلت لكم غير انه ترويج للقمر الصناعي لسوبيدو وتطبيقات الاقمار الصناعيه كان هو تشبيك بمعنى الكلمه، تشبيك للشركات، تشبيك للمؤسسات التعليميه. يعني هو الموضوع ما قايم به الحكومات لكن كانوا بيستهدفوا الكلام بيستهدفوا تقريبا المؤسسات التعليميه والشركات الناشئه. فكان في برنامج بتاع نتوركينج مصاحب او تقريبا كانت 50% لبرنامج طبعا مع المحاضرات زي ما شايفين كان في محاضرات مكثفه تقريبا وغير الانجيجنج او في المجتمع الصيني عرفنا الحياه في الصين عامله كيف. حتى الاتيام اللي احنا مشينا معها كان في هي صاحب الورشه للدول العربيه وكذا لكن كان في مجموعه من تايلاند برضه معانا
فالرحلة كانت متنوعة في كل مجالاتها. قدرنا نأكل بالشوكة الصينية زي ما ظاهر هنا في الصورة. اتعلمنا حاجات كثيرة. والصورة دي برضو هنا لو مشيت قدامها دكتور المعايش، الصورة دي هي مبعوثة جامعة الدول العربية لنقل التكنولوجيا، هي كانت حضور. دي برضو كانت من الجلسات بتاعت النتوركينج، فكانت فرصة اتعلمنا فيها بعيدا عن التعليم الأكاديمي. تعلمنا هي تعلمنا النتوركينج. أنا شايف إنه تعلمت فيه نتوركينج أكثر من إنه أتعلم أو مناصفة إن تعلمت نتوركينج مع التعليم الأكاديمي أو التريننج بصورة عامة. Next. طبعا البرنامج فيه محاضرات وفيه زيارات. الزيارات برضو يعني زيارات تقنية. مثلا الصورة هنا على اليمين هي محطة استقبال أرضية تابعة للماريتايم من اليو كي، البريطانيين عاملين محطة بتاعت استقبال في الصين في بكين تابعة للبحرية البريطانية. برضو هنا مثلا لو ملاحظين على الشمال في زي روبوت صغير كده، دي محطة بتاعت مترولوجي، محطة إرصاد جو في مدينة صغيرة جدا جدا لكنها مجهزة بصورة يعني حتى في الاستقبال. يعني احنا المحطة دي مما خشينا لحد ما طلعنا منها اللي هو المرشد بتاعنا هو الروبوت، صورة صغيرة كده في طرف الصورة. الروبوت ده الصغير ده التكنولوجي ده المرشد بتاعنا. أيوة الروبوت الصغير ده المرشد بتاعنا في الجولة دي كلها. اوكي. فحتى الصينيين عندهم مقولة بيقولوا التكنولوجي وينز ذا فيوتشر. تقريبا انا المقولة دي شفتها مكتوبة في اكثر من حتة خلال الزيارة. وهم زي ما يعني بيطبقوا المقولة دي بحذافيرة، صح؟ تكنولوجي وينز ذا فيوتشر. نيكست. دي برضو من ضمن الزيارات في محطة إطلاق لأقمار صناعية لاستخداماتها في المناخ اللي هو الصورة اللي في الأرض دي. كان من ضمن الزيارات التقنية برضو في الشرح كان معاه في بروفيسور تقريبا أنا نسيت اسمه لكنه كان بيشرح في فكرة بتاعت التنبؤ بالأعاصير. الصين برضو الأعاصير والزلازل دولة كارثية زي ما بيقولوا، أكثر دولة تقريبا في العالم فيها مشاكل بتاعت كوارث طبيعية. فكان عندهم مراكز بتاعت يسموها اللي هو التنبؤ المسبق، مراكز متطورة يعني تكاد تكون نسبة الأكيوريسي بتاعها قريبة 90% يعني دقيقة جدا جدا، وفيها ريسورسز عالية جدا جدا سواء كان من الهاردوير أو الأجهزة المستخدمة والأقمار الصناعية. ويعني مركز كان بتنبأ يعني تقريبا بيقول في آخر 20 سنة أي شيء يتنبؤ به حصل، قدروا يتداركوا جزء بسبب التقارير اللي هم برفعوا على الجهات المعنية، قدروا يتداركوا كوارث أو قدروا يتداركوا ينقذوا حياة ناس بصورة كبيرة جدا جدا. فكان في تطبيق عملي يعني للتكنولوجيا بمعنى الكلمة. برضو كانت في معرض فوار يعني في مصاحب، وفي كانت جلسات تعليمية في شركة دي جي اي، برضو الشركة اللي تصنع الدرونز بصورة عامة اللي هو الصورة اللي الأسفل دي شركة دي جي اي ذاتها جات قدمت لنا برزنتيشن عن شغل الدرون. كان بالضبط المحاضرة بتكلم عن الدرونز في الريسكيو، في أعمال الإنقاذ، في الغابات، في الأماكن اللي الإنسان ما بيقدر يوصلها بصورة عامة. ف يعني غير انه المحاضرات بتكون مكثفة لكن في نفس الزمن كانت انت بتحس انه صح الشيء اللي درسته او اللي قدموه لك هو مطبق. يعني الامثلة كانت كلها حية. يعني بقول الدرونز استخدمناه في مثلا في اللاند سلايد اللي حصل قبل شهر في الحتة الفلانية، قدرنا ننقص كده كده وقدرنا نعمل كده كده. يعني كان مستخدمين التكنولوجيا في يكاد يكون في النير ريال تايم زي ما بسموها. برضو كانت في فرصة انه زرنا محطة ثانية اللي هو دي تكاد دي يعني من السخرية دي اللي قلناها هي فاميلي بيزنس اللي هي اسمها بيجين سبيس ويزدم تكنولوجي. فاميلي بيزنس المحطة بتاعت جراوند ستيشن لأقمار الصناعية، محطة بتاعت مراقبة لأقمار الصناعية. حتى الدش المتحرك كان في الفترة اللي نحن كنا
زرنا المحطة دي كان في عملية رصد تامة يعني في نظام موتور الدوجة بتحرك، فهي عبارة عن فاميلي بيزنس. فدي خلتنا نستغرب انه كيف علم الفضاء او شغل الاقمار الاصطناعية في الصين بقى عبارة عن فاميلي بيزنس. قدموا لنا محاضرات برضو كيف قدروا يوضحوا لنا انه الحكومات بتساعد او بتشجع انه الاسر او الناس الشركات الناشئه تتبنى المشاريع الكبيره. طيب دي من ضمن الزيارات اللي هي ما تعليميه لكن في نفس الزمن فيها عبره، دي اللي هو زي ما شايفين هناك رايس فيشن سبيس، مزرعه مساحتها كبيره جدا جدا، مزروعه اللي هو فيها الارز وفيها مزارع سمك في الاحواض اللي بتتشاف دي، ومساحه بتاعت زي ما قال بيكنيكس، مساحه بتاعت رحلات. الصور اللي شايفينها صورة الجمال دي اللي هي الصينيين بيفتخروا بها جدا، بيسموها الطريق الحرير، المشروع بتاعهم الدولي ده اللي هو ده يربط العالم سواء كان بالسكة حديد او غيره. فالغريب في الامر انه احنا كنا يعني التيم اللي معانا مندهشين بنقول الرز ده قدروا يلونوه كيف الصينيين ده فيها. لما سالنا المرشد قال لنا لا ده ما ملون اصلا، الارز في الصين فيه 7 اشكال من الابيض للاسود، في اخضر في بني في احمر. فدي كانت اول مره نعرف انه احنا الرز عارفين الرز الواحد ده، فالصينيين عندهم انواع مختلفه جدا وبقدروا بيزرعوا يعني في صبغه هندسيه نقدر نشوفها في المزرعه اللي قدامنا دي، تشكيل استغلال لمساحات يعني مزرعه ارز وفي نفس الزمن مزرعه بتاعت اسماك ومنتجات مائيه. فهي دي كانت زياره قالوا لنا ترفيهيه لكن اتعلمنا فيها انه بالبسيط الناس ممكن تعمل شيء يعني. من ضمن زيارات الترفيهية برضو طبعا سور الصين العظيم، ودي يعني كان يوم اول مره مغامره، انا تقريبا ما خدت مغامره زي دي قبل كده، طلعت حوالي 5 كيلو نزلت 5 كيلو من غير ما احس بالتعب، ما اعرف المشكله منين، لكن كانت مغامره جميله جدا. ومن ضمنها كان في زي ورشه بسيطه كده انه كيف نتعلم نكتب سموها الغنزات تقريبا ولا الخنزات الرموز الصينيه دي. فمن الكلام الكاتب ده انا كاتب اللي هو فوق التاريخ ده انا كاتب الصين، وعلى اليمين في الوسط دي اللي هو السودان، والاخر شيء تبدأ اسمي انا. طبعا ما تعلمت للدرجه دي لكن بس المهم كذكرى الصين تاريخ السودان وفي اخر شيء. فضمن ضمن الزيارات يعني حتى هم الصينيين بيقول لنا اذا جيت الصين ما زرت سور الصين العظيم فانت كانك ما زرت الصين او في شيء ناقص. برضو زيارات كانت مستمره، زرنا شركه اللي هي اسمها سوبر ماب. الشركه دي هي يعني هي شركه بتاعت جي اي اس نظم معلومات جغرافيه، مبيعاتها في الصين اكثر من مبيعات شركه ارك ماب زاده. فاستغربنا وهي شركه ناشئه انشئت في 2015 تقريبا، من انشؤها شباب من ضمنهم اللي هو الظاهر معي في الصوره دي هو كاميروني، يعني شركه مالتي ناشن كاميروني اسمه باندا تقريبا هو مسؤول من العلاقات العامه في الشركه دي. انشؤها في 2015 لكن الان مبيعات المنتجات الجاهز بصوره عامه في الصين هي شركه سوبر ماب منتجاتها في التوب، حتى بعدها بتجي شركه ارك اللي هو شركه ارك دي شركه ايزري منتجاتها تكاد تكون في يعني دي رقم واحد. حتى لو ملاحظين في قاعة المحاضرة كانوا بيقدموا لنا تنوير عن العمل عنه، فلفتت نظرنا لهم كاتبين نسبة أدائهم 101%، لو ملاحظين في القاعة جوا 101% نسبة إنجازهم، يعني كأنهم بيتحدوا في المستحيل. فهي كانت يعني زيارة أكثر زيارة ممتعة، وعرفنا إنه الشباب ممكن يعمل كثير. يعني الشركة دي تقريبا بمعدل الأعمار أكبر واحد في الشركة دي عمره ما بفوت 35 سنة، كانوا عبارة عن شباب كلهم صغار وخريجين لكن قدروا يعملوا. الكلام ده ما جاء عن فراغ لانه هناك الحكومات صح بتدعمه، الحكومه الصينيه بتدعم فكره الستارت اب الشركات الصغيره دي بصوره جميله جدا جدا. فالزياره للسوبر ماب دي تعلمنا فيها برضه حياه كثير، وعرفنا انه يعني شغل الجاهز بصوره عامه اكثر بكثير من افكار الكل عارفين ان هي بنعرف انه ايزري هي في التوب، لكن في الصين هي ايزري ما التوب. هي شركة سوبر ماب دي كانت رقم واحد. Next.
من ضمن الزيارات برضو زيارات التقنية زورنا شركة اسمها جي دي اللي هي زي ترحال عندنا، برضو شركة ناشئة وصغيرة نشأت في أقل تقريبا برضو في 2015، بتشتغل غير شغل المواصلات اللي هو شغل الترحال العادي، بتشتغل شغل صيانة وعندها فروع لحد في البرازيل في المكسيك تقريبا في السعودية في الإمارات. برضو كانت شركة يعني استفادت، هو كل الشركات دي طبعا شغالة بتطبيقات بتاعت البي دي اس اللي هو تطبيقات القمر بيدو القمر الصيني، فكانوا حتى خشينا غرفة المراقبة الريال تايم في الشركة دي، لقينا انه حتى بيعرفوا نسبة الزحمة بيوجهوا عن طريق المسج العادية الاس ام اس، كل الكباتن او السائقين الشغالين معهم بوجههم عن طريق الاس ام اس انه اذا في زحمة معينة او كيف اذا في حادث، يعني الغرفة التحكم بتاعتهم كانت تكاد تقول انه دي ما شركة صغيرة كده، تكاد تقول انه دي كان غرفة التحكم بتاعت المدينة بتاعت بكين كله. الشركة دي برضو كانت تجربة انه في شغل جايز استفاد من القمر بيدو ده في كل شيء، فكانت من ضمن التجارب برضو اللي عرفنا فيها انه يعني الشركات الصغيرة ممكن تنجح بطريقة ما في دول ممكن تتخيلها. دي برضو تقريبا دي من اخر الزيارات اللي زرناها اللي هو الشركة اسمها بيجين شيان رونغ تيان لي اجريكلشن ماشينري. الظاهر في الصورة دي اللي هو الشاب ده هو طالب دكتوراه، هو تقريبا ما عنده علاقة بالزراعة، طالب دكتوراه في الحاسوب لكن شغال في المزرعة دي. لو ملاحظين الأجهزة دي هي الماكينات دي كلها شركة أمريكية اسمها جون دير تقريبا، ايوه، فهي من أقوى الماكينات أو الأجهزة في الماشينري في الاستخدام الزراعي. هم قدروا يصمموا، لو ملاحظين في أجهزة بتاع جي بي اس في الحصادة هنا على التحت على الأسفل يسار فوق في جهاز بتاع مستقبل بتاع جي بي اس، وفي صورة بتاعت برضو بتاعت أجهزة لو ركزنا في التراكتر على اليمين. الناس اللي اشتغلوا شغل انه الحصادة والتراكتر والأجهزة الزراعية دي كلها شغالة بايرموت من بعد، بيكونوا قاعدين في الورشة بتاعتهم، بس اللي بيعملوه بيدويا انه بيدوروا الآلة دي بيخطوها في أول نقطة في المزرعة أو في النقطة اللي عايزين يبدلوا منها. فده كان برضو شغالين بالتطبيق بتاع البيدو. المزرعة أو التراكتر ده بيشتغل بيحصد أو بيشتغل بحرث في الخط، يعني حسب الكلام ده كله بيتم تحميله من المكتب للأجهزة المستقبلة، يعني قدروا يتخلصوا من حاجات كثيرة ما عليهم إنه يملوا التراكتر ده بالوقود يخطوه. المشغل بتاع التراكتر بس بيدور التراكتر ده بيجيبه في بداية النقطة، هو بيخلص بعد بقية الحصاد. فبرضو كان حضرنا تريل قدامنا إنه كانوا بيطبقوا في فكرة كده، فكانت التراكتر بيقلب الأرض وبرش السماد بيزرع دي كلها في من غير سواق زي ما بيقولوا. يعني احنا الحاجه دي برضو كانت بقت لنا زي صدمه كده، لانه احنا عندنا هنا في السودان التراكتر ده شيء كبير قوي، لما نقول التراكتر ده معناه خلاص المشغل بتاعه هو الكنترول وهو يقلب الارض ويمشي والناس تيجي تزرع بعد والحصاد. فهم الصينيين قدروا بالاستفاده من تقنيات البيدو يتخلصوا تقريبا، هم ما تخلصوا من السواق لكن قدروا مشوا خطوه لقدام او خطوات لقدام. فالزياره دي برضو كانت يعني فتحت عيوننا انه العالم ماشي لوين يعني بصوره عامه. دي تقريبا ايوه كان اليوم الختامي، اخذنا فيها شهادات تقديريه للمشاركه. فالزياره هي كانت يعني تجربه لا تنسى زي ما نقول، استفدنا منها حاجات كثيره. معانا كان تيم من السودان، الاستاذه اسمها استاذه عطيات تقريبا من مركز الاستشاره عن بعد في جامعه البحر الاحمر، معانا شباب برضو من هيئة الأبحاث الجيولوجية. فكانت زيارة الحمد لله استفدنا منها كثير، ونتمنى إنه نشوف سوداننا في يوم من الأيام كده. Next. دي كده زيارة الصين انتهت. دي بعد ده جزء برضو من ألبوم الصور في تركيا، استخدام الطائرات من غير طيار، بدأت أنا استخدمها بعد ما رجعت من زيارة الصين، اللي هو الماسك الكنترول اللي هي كان ده المشرف بتاعي الدكتور اسمه بهادير ارغون. كانت برضو تجربة يعني استخدام الطائرة من غير طائرة لأول مرة. من ضمن الأعلى اليمين دي هي التصميم المحلي، صممها واحد أحد الطلاب في جامعتنا في قبزة، طلاب الإلكترونيات تقريبا.
حجم مكان كبير ولكن ما قدرنا نشتغل بها لأسباب تقدر تقول تقنية. عندنا محطة قطر في الجامعة فكان في تشويش عالي جدا جدا، فالموديل اللي على الشمال ما قدرنا نشتغل بها، فاشتغلنا بالدار الصغيرة دي فانتوم. طبقنا بها اللي هو قدرنا مشهدنا اسمها دكتور، طبقنا بها الفيش آي على يسار هنا لو شفنا، اشتغلنا بالطيارة اللي اسمها الاسباير برضو الاسباير ون. لو ملاحظين في الأذرع بتاعت الطيارة دي في كاميرتين تقريبا غير الكاميرا اللي في النص اللي بتجمع الطيارة، في الأذرع نلاحظ كنا رابطين اللي هو كاميرات عين السمكة اللي هي زي ما ذكرت هي كاميرات فيها تشويه عالي جدا جدا، لكن بتختصر. إذا أنا مثلا محتاج لمية صورة بالكاميرا العادية بتاعت الدرون، كاميرا عين السمكة أنا بحتاج لعشرين صورة اللي هي وايد رينج زي سيما كاميرا عين السمكة، فيها تشوهات عالية لكن باستخدام برامج معينة أنا أقدر أتخلص من التشوهات، أو حتى إذا ما أتخلصها ممكن أطلع منها قياسات مقبولة. برضو قدرنا نشتغل بالنظارات اللي هو 3D Vision، كان في كورس بتاع City Planning أو 3D Modeling and City Planning، قدرنا نشتغل شغل 3D Vision تقريبا في السودان. ما عندي فكرة هل النظارات دي وصلت ولا ما وصلت، هي ما غالية لكن هل الأجهزة عندنا مثلا نحن في السودان كنا بنشتغل بالأجهزة الأنالوج التماثلية تقريبا في شغل 3D Vision، لكن الآن العالم تجاوز الحياة دي بقت كلها يعني النظارة دي فيها شحن بتشحن النظارة وبتشتغل 3D Vision عادي للسيتي بلانينج والموديلينج. نيكست. دي كان جزء من الشغل بتاع اللاب، لو ملاحظين في أعلى اليسار دي في عملية معايرة للكاميرا، الصورة دي هي صورة كاميرا فيش آي، ولاحظنا الخط المقوس الظاهر ورا الصورة هو ما أخذ مقوس، هذا الخط مستقيم، لكن دي الكاميرا الفيش آي الصورة بتجي كده كمثال. لو ملاحظين السكرين شوت بتاع الشاشة برضه بيوضح لنا بعد ما جمعنا الصور والعملية بتاعت البروسيس بتتم إنه بيكون في انحناء، أو الصورة بتجي بتظهر فيها انحناء كروية الأرض نسبيا يعني لو ملاحظين فيها. هي فيها تشوهات لكن في نفس الزمن زي ما قلت لكم باستخدام خوارزميات معينة في البرامج دي نقدر نطلع منها القياسات المطلوبة. دي الداشبورد دي هي عملية المعايرة اللي بتتم من الكاميرا، دي عمليات فنية تقريبا الناس اللي اشتغلت التصويرية بتعرفها. برضو من الحاجات اللي قدرت استفدت منها الحمد لله للعام انه حصلت على ميني ام بي اي ماجستير مصغر في إدارة الأعمال في فترة وجودي في تركيا، والحمد لله قدرت استفيد من تقريبا هي كانت فترة شهر انتنسيف كورس في الام بي اي، قدرنا نعرف فيه ولا شغل التسويق شغل الاتجار الماركتينج السيلينج، فدي كانت برضو تجربة من الحياة اللي استفدت منها غير الشغل الجامعي أو غير الدراسة الجامعية. برضو في أنشطة غير أكاديمية يعني فخور جدا إني شاركت بها، من ضمنها اللي هو النشاط عملته قناة راديو التلفزيون التركي اسمه Globalization in Retreat Risk and Opportunity، كانت فرصة برضو شاركتها إنه يعني عرفت إنه الأنشطة الخارج الجامعة شكلها كيف، المؤتمرات سواء كانت ما ضروري تكون مع مؤتمرات علمية ولا غيره لكن في مجالات مختلفة. من ضمن الحاجات الأول مشهد نيكست المحاضرات اللي قدرت أو الحياة اللي قدرت أعملها في المؤتمر ده اللي هو مثلا هنا في محاضرات بتتكلم أو في برزنتيشن كان بيتكلم عن اللي اسمه البريكزيت، فكانت جلسة إنه عرفنا الحياة السياسية أو الحياة بصورة عامة العالم دي بتعاطى السياسة كيف، يعني ما زي السياسة اللي عندنا في السودان أو عندنا في أفريقيا بصورة عامة. من ضمن الجلسات كان في الزمن ذاك حصل المقتل الشنيع للصحفي خشيجي، فالمتحدثة هنا أسفل اليسار دي كانت مخطوبته اسمها خديجة جنكيز، كانت برضو استضافوها في جلسة بتاعت المؤتمر في قناة تي آر تي. برضو من ضمن السيشنز في المؤتمر ده كان سيشن عملنا مع الرئيس منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر مشهد نيكست دكتور اسمه فرانشيسكو روخا تقريبا، فكانت جلسة برضو عرفنا أول المنظمات العالمية دي بتم إدارتها كيف، وكان قدم برضو تنوير جميل جدا جدا عن وضع اللاجئين
في أوروبا أو في العالم بصورة عامة. من ضمن في الجلسة دي قدرت اللي هو مسألة النتورك، طبعا الكهرباء قطع يا شباب وجهت كويس. المعاي في الصورة دي هي اللي هي عضو في الاتحاد الأوروبي أو في البرلمان الاتحاد الأوروبي اسمها أنا ماريا جروزا. قدرت أستغل الفترة دي إنه يعني تكلمت معها في موضوع الهجرة، أو يعني قدرت ألقى الدقيقتين معها. أنا قبل كده قدمت فيزا سياحية عندي زميلي كنت داير أزوره في النمسا، فتم رفض الفيزا من غير إدعاء أسباب أو لأسباب ما منطقية. وحتى عندي زميلي داني كان قدم لمؤتمر في ألمانيا فما قدر يلقى الفيزا. فقدرت في الدقيقتين دي أتكلم معها ليه أنتوا لما يجي طالب أو بصورة عامة ما بتقبلوه للفيزا سواء كان لغرض زيارة أو كده. ففي حاجات عرفنا إنه الطالب الأفريقي أو بصورة عامة في تركيا دخوله لأوروبا بيعتبروه كأن هروب. يعني هي عديل كده قالت إنه يعني أنتوا الأفارقة لما تمشوا أوروبا بتهرب وما بترجعوا. فدي كانت يعني ما أقول إنه أنا أنجزت شيء، لكن عرفت الحاصل بصورة عامة أو قدرت أعمل تشبيك مع مع الناس أو مع الناس مختلفين في مجالات مختلفة. Next. برضو من ضمن الأنشطة الغير أكاديمية اللي قدرت أشارك فيها تقريبا workshop أقامته إدارة المنحة برضو يتكلم عن اسمه Media Representative Training Program. جابوا حوالي 26 صحفي من أفريقيا بصورة عامة، قدموا لهم كورسات أو ورشة لمدة 3 أيام تقريبا. فلقيت الدعوة برضو ومشيت حضرتها، وكانت برضو يعني الخلاصة بتاعت الورشة إنه الأتراك بعيون أفريقية أو الأفارقة بصورة عامة شايفين الأتراك كيف. فدي برضو من الأنشطة الغير أكاديمية اللي فيها تشبيك، قدرت أعرف أو قدرت أتعرف على ناس من دول أفريقية مختلفة بخلفيات مختلفة في ظروف مختلفة زي ما بقول. برضو من المؤتمرات أو المنتديات اللي حضرتها كان في منتدى اسمه المنتدى التركي القطري للاستثمار والقانون. برضو مهم الدعوة دي لقيتها عن طريق الغرفة التجارية تقريبا، مشيت حضرت المؤتمر ده كان يومين تقريبا. الخلاصة من الأنشطة الغير أكاديمية اللي أنا عرضتها لكم دي هي ما إنه أنا أي مؤتمر ناطي وماشي، لكن في حاجة أنا استفدت منها غير النتوركينج المعرفة أكثر من لغة بصورة عامة. يعني هسي الثلاثة أنشطة اللي أنا ذكرتها لكم دي الحمد لله ما اضطريت أستخدم سماعة للترجمة، ما اضطريت أسأل زول أقول لي الكلام ده قصد بشو، الحمد لله على كل حال. فكانت لغة المؤتمرات دي كلها اللي هم عربية وتركية وإنجليزية، والحمد لله كنت يعني نعمة أنا قدرت أحس إنه نعمة أكثر من اللغة دي زول لما تحضر مؤتمر وما تضطر تستخدم سماعة للترجمة، دي نعمة والحمد لله على كل حال. دي بالإضافة للتشبيك ومعرفة الناس الجديد. كده تقريبا آخر سلايد. السلايد اللي بعد يا دكتور، أيوه البرامج الجاية ممكن نقدمها لمجتمع الباحثين بصورة عامة. في تنسيق يعني يتأخر حوالي شهر، كنا بننسق أنا مجموعة من الشباب خريجين أو طلاب ما زالوا في الجامعات التركية بصورة عامة، إنه نعكس التجربة بمعنى الكلمة. يعني ما شرط الزول يكون يتخرج إنه يقدم البرزنتيشن بتاعه أو يعكس التجربة، لكن خلال تواجده في مجموعة من الشباب أبدت إن السيادات إنه تشارك تجاربه سواء كانت ويبينارز أو جلسات بتاعت نقاش أو غيره. في شباب أبدوا استعداد يعني متخصصين في اللغة التركية بصورة عامة إنه يبدوا كورسات أونلاين للغة التركية، وفي شباب يعني ما متخصصين زي أنا لكن بنعرف اللغة التركية حنستعيد نعمل اللي هو الإنجليش كلوب أو معليش التركيش كلوب على غرار الإنجليش كلوب والجيرمن كلوب الآن شغال عشان الناس يستفيد. التركيش لانجويج كونفرسيشن كلوب ده التنبيه إنه هيكون للناس اللي عندهم لغة تركية مستوى B1 فما فوق، يعني ناس عارفين المستوى اللي هي التركية بتبدأ من A1 A2 B1 فما فوق، محتاجين أو متواجدين في السودان ومحتاجين يزيدوا من الكونفرسيشن بتاعهم. وبعد ذاك الكورسات للغة من الأول دي حتكون زي ما قال من الأول للزول الداري من الأول. في اتصالات جارية إنه ننسق مع المعهد بتاع اللغة التركية في السودان هنا اللي اسمه يونس أمري، إنه أي زول إحنا عدناه كورسات أونلاين أو استفاد من المبادرة دي يمشي يمتحن على طول في المعهد. الآن إلى الآن ما أخذنا الجرين لاين لأنه يمكن يمتحن طوالي، لكن ما زالت المباحثات جارية وإن شاء الله نشوفكم في جلسات تانية ونستفيد بإذن الله.
شكرا جزيلا يا دكتور. تسلم يا باشمهندس وفي. والله شكرا جزيلا يا باشمهندس وفي، يعني صراحة برزنتيشن ممتاز جدا جدا، أنا معجب، أنا شخصيا معجب وهاكدي لايك كبيرة كده بالطريقة بتاعت البرزنتيشن، ومتأكد أن طلابك حيكون يعني اكسايتد الآن إنك أنت جاي راجع للجامعة بعد كملت الماجستير إنه ينهلوا من علومه وكده. الحاجة الثانية المهمة جدا اللي هو المسألة بتاعت النوليدج شيرينج والإنفاسيس، التوضيح لأهمية الأنشطة اللاصق فيها، إنه الزول اللي بيمشي في منحة دراسية واللي بيمشي يدرس خارج البلد ده بالتالي بيقدر يشوف الجامعة في كلياتها، الجامعة كتعليم وكبحث علمي وخدمة مجتمع وتواصل مع العالم ويعني فائدة واستفادة. أنا يعني excited جدا جدا بالinitiatives اللي هستعملوها، سواء كان للتعليم اللغة التركية ممارسة وكده. وهنا نحب ننوه إنه يا أخوانا مجموعة الباحثين السودانيين عندها 2 أندية بتاعت لغة مخاطبة شغالين حاليا، نادي اللغة الإنجليزية شغال كل يوم من الساعة 3:30 لحد 5:30 بتوقيت السودان في برنامج جوتو ميتينج، وفي مجموعة مخصصة للكلام ده، وفي برنامج بدعم نادي مخاطبة لغة ألمانية موجود برضو كل يوم خميس مع أستاذ الخنساء. فنشكر جزيلا الشباب اللي بيقدموا الأندية دي، وكمان نشكر الشباب الناس وفي اللي هم داير عملوا الأنشطة الجاية للغة التركية، ودي حاجة ممتازة جدا إنه نحن المبادرة الباحثين السودانيين يعني مرينا من مرحلة المبادرة إلى نكون منصة لإنشاء المبادرات. فنشكركم جزيلا على أنكم أنتم حتاخذوا المبادرة. طيب خالد عبد العزيز صالح، في أي زول هنا داخل الزوم عنده مداخلة ولا عنده؟ ميوتت ولا شنو؟ ما في ميوت. لو في اي واحد فيكم الاثنين فاكين منكم الميوت كنت عامله ميوت لنفسكم من هناك لو في مداخله. بيشكروك الشباب. في سؤال هنا من عبد العزيز قال لك يا فارس تفضل. حال الايام طيب عبد العزيز بيسال، قال هلا، سؤال من صالح تقريبا. ايوه في سؤال في الشات مش عارف، هل الايام المفروض تدعم دي تستفيد من مهندس ميكانيكي؟ إذا أنت قاصد الأتيام في المشاريع الهندسية يا صالح، طبعاً أكيد. مثلاً كمثال بسيط، المزارع المحورية اللي هي CBI، الشغل الميكانيكي فيها يكاد يكون نسبة أكثر من 30% في مرحلة الإنشاء أو لحد نهاية المشروع. ففكرة المهندس التخصص المساحة والمدني والميكانيكا دي تكاد تكون اتنفت، بقت حاجة اسمها التيم أو الفريق، ما شرط يكون فريق هندسي لكن فريق المشروع، فيه المهندسين، فيه الإداريين، فيه الاقتصاديين، فيه الناس التسويق، فيه أي شيء. فأكيد أي مشروع مفروض هو المفروض يكون كده، يعني فيه كل الأتيام، ما ضروري يكون مهندس ميكانيكي، كل مهندس بيشتغل في مجاله طبعاً. أكيد أنا طبعاً لفت انتباهي برضو الصورة اللي جبتها لطالب الدكتورة في كمبيوتر ساينس في علوم الحاسب موجود داخل مزرعة. أيوة شغال في المزرعة، هو طالب دكتوراة في علوم الحاسب، شغال معهم في الاوتوميشن والانترنت اوف ثينجز، شغال في المزرعه وشغال. ايوه نعم، ودي حاجه ممتازه جدا جدا انه يعني الفيلد وورك، يعني الناس الفيلد وورك بتاع الناس الحاسب يفترض انه يكون في ابلكيشن، في حاجه عندها يعني مشكله حقيقيه. احنا معظم طلاب الدكتوراه في علوم الحاسب يعني بكل اسف يعني ما موجودين في ابلكيشنز يعني تحيل مشاكل، فبالتالي الناس بتكون سعي لاتجاه الدرجة العلمية أكثر من حل مشكلة حقيقية، وأكثر ناس بيحلوا مشاكل هم طلاب الدكتوراه بصورة عامة، مش كده؟ أيوه. طيب لحد هسه أنا ما شايف لي أي سؤال. في سؤال عن تقنية الدرون، تقنية الدرون زود يتكلم عنها شوية وفي؟ تقنية الدرون. طيب داري يعرف مقدمة عنه ولا السؤال بالضبط شو؟ والله أي يعني يا ريت يا هندسة تدينا فكرة عن تقنية الدرون. والله طيب تقنية الدرون هي اللي هو طائرة من غير طيار مستخدم لأغراض متعددة. ظهرت فكرتها زي ما ذكرنا إنه استخداماتها العسكرية، لكن الآن في المجالات السيفي الابليكيشن أكثر من المجالات العسكرية. يعني في المجالات العسكرية اللي هي مجالات التجسس والاغتيالات زي ما ضربنا مثال بالحادث بتاع قاسم سليماني،
والخوف بتاعه صابوه بدرون. لكن في المجالات المدنية الآن مثلا في شركات تخصصت مثلا في فرع في أمازون إنه يشتغل في نقل الأعضاء في الشغل العاجل مثلا التصميم. أنا الآن استخدامي للدرون أنا كيوزر ما كمصمم. والدرون بيجي تول تستخدمها لأي شيء مثلا في مجال الآن يسموها الريفيرس إنجينيرينج تقريبا الهندسة العكسية بيستخدمون ناس المعمار وناس الآثار بصورة عامة. ففي تقنية في الدرون إنه الدرون بيكون إذا مثلا عندي مبنى وعندي عمود ممكن الدرون يحلق بشكل لولبي حول المبنى ده مثلا. فبيستخدم الصور المنتجة بخصوص الكلام ده لإعادة بناء الهيكل المعين مثلا أو التمثال المعين. ده تطبيق مثلا من تطبيقات الدرون غير التطبيقات الزراعية غير التطبيقات بتاعت الدليفري غير تطبيقات أكتر من كده مثلا في الويرلس مثلا في الكراود. إذا في مثلا تجمعات كبيرة بيستخدموها للمراقبة بيستخدموها إنه يكون فيها جهاز بتاع واي فاي كده. التطبيقات الطبية في نقل الدم في توصيل الأدوية أمازون بيستخدموا في توصيل الحاجات الدليفري إلى آخره. الدرون عنده استخدامات كثيرة عسكرية وغير عسكرية. نعم لكن أنت استخدمته في الزراعة مش كده؟ أنا استخدمته أيوة في الزراعة. في الزراعة على أساس أنه يأخذ صورة من المزرعة أيوة صورة للمنتج المعين أو استخدمت منتجات صورة الدرون في مراقبة الزراعة كتطبيق في الزراعة والمجالات أكثر. يعني في أي مجال أنت ممكن محتاج لشغل ريموت زمان ممكن يأخذ منك زمن أو تمشي مجهود حقلي أو بدن عشان تأخذه ممكن الآن تعمله في الدرون. مثلا في تطبيقات للوايلد وايلد لايف أوبزرفيشن استخدم الدرون الريسكيو زي ما قلنا. طيب في ناس عندهم روايات هل توجد شركات في السودان تقدم حسب نعم تفضل يعني. تفضل اي لا ما هو نفس السؤال هاي. طيب في السودان زي ما ذكرت انا حسب علمي حسب علمي الشركه بتاعت ليجند تكنولوجي بتاعت باشمهندس محمد عبد العال شغالين الشغل ده في السودان الان او هي الشركه الوحيده الريكوجنايزد. لكن ما عندي فكره هل في شركه ثانيه اشتغلت ولا ما اشتغلت. لكن طبعا مستخدمينه مثلا في السودان في المناسبات او في التصوير بتاع الفعاليات والاحتفالات بصوره عاديه او كمدى بتاع تحليق ما بفوت ال 20 دقيقه او كده. في درونز للالعاب مثلا كلها موجوده. صالح بيقول الماتلاب بيستخدم في عمل الخوارزميات بيستخدم فلتر الصورة وبيانات المزرعة المجموعة طبعا يعني أيوة الكلام ده لأنه يعتبر كمبيوتر فيجن. أيوة كمبيوتر فيجن أو باتر ريكوجنيشن يعني وفعلا الماتلاب بيستخدم فيه. لكن غير الماتلاب برضو استخدم الكلام ده كله. نعم غير انه انا بقول الماتلاب ما مستخدم في برامج لغات برمجة كثيرة ممكن نستخدمها. لكن الجميل انه في معظم تطبيقات معالجة الصورة الجوية بتكون يعني يوزر انترفيس انت بتعمل تيك بتعمل الاجراء اللي عايزه بعد ده حسب مواصفات الجهاز بتاعك وحسب ممكن تعدل في النتيجة اللي انت عايزها. يعني بدل ما تكتب كود كامل معظم النتائج اللي انت عايزها بتلقاها عبارة عن نوافذ في الابليكيشنز. بس على سبيل المثال للحصر زي البرامج اللي انا قلتها فيكس ماب 4D في اجي سوفت ايردس ام في جي اي اس كل ارك جي اي اس في برامج كثيره جدا جدا ممكن تعمل بها حاجات. وفي برامج بتشتغل زي امبيدد او انتجريتد يعني ممكن تكتب جزء من الكود للخاصيه المعينه اللي انت عايزها النتيجه اللي عايزها وبتدمجها. مثلا برنامج الام في فيه حاجه اسمها تقريبا انتجريتد انترفيس انك بتكتب جزء من الكود او الكود اللي انت ما لاقيه في النافذه بتاعت البرنامج وبتدمجه مع البرنامج عشان تحصل النتيجه المعينه. فاكيد معظم لغات البرمجه ممكن تشتغل. والله يا وفي انا طبعا يعني اكسايتد جدا وسعيد جدا جدا انك انت يعني هتستضيف عبر برنامج زوم ان شاء الله في سيمينارات وجلسات الباحثين السودانيين في الفتره الجايه يهوز زملائك الناس الترجمه من منحه تركيا والناس الموجودين حاليا هناك من طلاب وباحثين. ودي يعني زي ما يقولوا بدايه لسلسله بتاع السيمينارات ان شاء الله تخوضها انت في المرحله الجايه عبر مجموعه الباحثين السودانيين. سؤال أخير، أنت موجود الآن في دارفور؟
أنا في الجنينة في غرب دارفور. تمام، وأستاذ في جامعة الفاشر. السؤال، هل بتفتكر إنه مع الوضع الراهن ده التعليم الإلكتروني ممكن ولا ما ممكن؟ والله ممكن، يعني في تحديات. مثلا الآن في مشكلة كهرباء في الجنينة، في مشكلة شبكة الإنترنت. مثلا أنا عشان أعمل اللايف ده جربت كل الشبكات، حتى بعد ذلك سبت الشبكة واحدة. لكن بصورة عامة التعليم الإلكتروني يعني هو الشيء اللي أنا أعرفه، معظم الشباب الآن في الجامعات عندما اللي هو السمارت فونز، فمعظم المحاضرات أو كلها يعني بقت ما في حجة إنه ما في لابتوب أو ما في قاعة مجهزة، لأنه السمارت فون تقريبا إذا مثلا أقل براوزر في السمارت فون إذا عملت وضع الديسكتوب ممكن تكون خلاص تحس إنك كأنك ماسك لاب أو شغال في لابتوب. فالتعليم الإلكتروني هو فيه تحديات. أنا شايف التحدي الأكبر الآن ما في الطلاب، التحدي في الأساتذة نوعا ما، أو في البنى التحتية بتاعت المؤسسات التعليمية اللي ممكن توفر إنترنت أكسس، توفر أجهزة بمواصفات معينة عشان الأستاذ يقدر يقدم المادة بتاعته، سواء كانت إنتراكتيف أو عن طريق فيديوهات ترفع على مواقع معينة والطالب يتفاعل بها. لكن الطلاب بصورة عامة بالسمارت فون اللي عندهم ما ظنيت تواجههم مشاكل. تمام، ممتاز. معناها انه والله من الناحيه بتاعت الاند يوزر ما في مشكله، في مشكله من الناحيه بتاعت السبلاير للسيرفيس نفسها. والله يا اخي الواحد سعيد جدا جدا انه يعني اليوم قدرنا نعمل السيمينار ده. انا سعيد جدا جدا انه يعني قدرنا نتغلب على المشاكل التكنولوجيه اللي واجهتنا. ايوه، بدايته خلتنا نتاخر شويه، وان شاء الله يكون يعني ما هو الاخير. بالنسبه لعبد العزيز، عبد العزيز قال داير يتواصل معك، ممكن تكتب له في الشات هنا ده الايميل بتاعك. لكن هو انا كاتبه في اخر سلايد، لكن ما مشكله. خدت انا هعمل لها شير مره ثانيه على اساس انه تكون موجوده ودوكيومنتد. شايفينها؟ ايوه، الكونتاكت زهره، كونتاكت الايميل والماسنجر. أيوة، الماسنجر الاثنين ممكن تلقوا الشاب اللطيف وفي ده وتتواصلوا معه. فنشكرك جزيلا نيابة عن الناس الموجودين محل الحضور في جلسة الزوم، الناس التابعوا عبر مجموعة الباحثين السودانيين، وإن شاء الله الناس الحقيقة يحضروا السيمينار ده في وقت لاحق إن شاء الله، لحد ما يعني يجي سيمينارات جاية. يعني نخليكم كلكم بخير وصحة وعافية. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.